من المغرب معانا الصحفي عبد الغفور درار، الصحفي بموقع العمق الرياضي المغربي. اهلا وسهلا بك. اهلا احمد سمير، شكرا على الاستضافه وشكرا لكل المصريين. عبد الغفور اهلا بك. في البدايه يهمني اعرف ازاي شافت وسائل الاعلام، مش بس وسائل الاعلام، حتى الراي العام والشارع المغربي والجمهور الودادي، خساره الوداد امام الاهلي على ملعبه في قبل نهائي افريقيا بنتيجه 2-0. نعم، هنا تذمر كبير لدى المناصرين ديال الفريق الوداد البيضاوي. كما قلت، الهزيمه بهدفين دون رد امام الاهلي احدثت زلزال داخل اركان الفريق الاحمر، حيث الجماهير الوداديه لم تكن تنتظر هذا الاداء او الهزيمه بهدفين وكيفية الطريقة التي جاءت بها الهزيمة أمام الأهلي المصري. قبل المقابلة الجماهير الودادية كانت تعتقد أن الوداد قادر على مواجهة الأهلي المصري في هذه المقابلة والفوز عليه بكل سهولة أو التعادل ثم الذهاب إلى مباراة القاهرة وهناك العودة بنتيجة إيجابية والتأهل إلى من وجهة